سلام البنات، كوكو تو الموند. كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في لاشين ديالي ميريانا شانيل. اليوم غادي يكون فلوغ سبيسيال في الحديقة ديال الحيوانات. غنديكم معايا باش نكتشفوا جميع بعض الآثار ديال الحيوانات، ودوزوا معايا النهار ديالي حتى الاخر، ونخليكم ديروا اشتراك لايك الى عجبكم طبيعة الحال الفيديو. هنا وصلنا للبارك، كيكون في واحد الغابة. خاصنا نتمشاو تقريبا 3 السوايع حتى 4 السوايع إلا بغينا نكتشفوا جميع الحيوانات. هاد البارك باش مزيان هو أن بعض الحيوانات تيكونوا قراب لينا، ونقدروا ناخدوا معاهم صور أو نقيسوهم كما غادي تشوفوا معايا. مهم ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم تشوفوا الفيديو.
وبهكا دوزت النهار ديالي والفيديو ديال اليوم وصل للنهاية ديالو. كنتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. تهلاو في ريسكم.